اخباركم ايه؟ كله تمام. ورقه وقلم يا اختي وتعالي اكتبي ورايا. الفيديو ده اتطلب مني كتير. ازاي او ايه الاجراءات والاوراق المطلوبه في جواز الاجانب او جواز المغربي من المصري؟ تمام كده؟ هحاول على قد ما اقدر اقول لكم بالتفصيل وفي نفس الوقت بالزربه بسرعه. تمام؟ جبت الورقه والقلم؟ خلصي. تمام؟ ماشي. مبدئيا اللي انا اعرفه هقوله، اللي هو ازاي انا اتجوزت في مصر، فاقول لكم الاجراءات اللي مراتي جابت اوراق جابتها من المغرب هنا، تمام، ونزلت بيها مصر. ومبدئيا قبل اي حاجه عشان الجواز بتاعكم يبقى معترف بيه، لازم يكون من خلال السفاره المغربيه في القاهره في الزمالك. تمام كده؟ يعني هتروحي للمصري اللي انت بتحبيه او هتتجوزي من مصري وهيقول لك يلا وفي مأذون، مش هيعترف بجوازك في المغرب. لازم تروحي تاخدي تصريح من السفاره ديالك في مصر. هننجز ونقول الاوراق. تمام كده؟ انت الاوراق، انت نزلتي جبتي ايه من، يعني جبتي ايه، فهدري معاهم بالمغربيه عشان هم يفهموا. الورق اللي صوبت هنا مشيت عندك. الاوراق اللي انت صوبتيها قولي له، قولي لهم عليها. اللي خدامه اللي عندها خدمه تجيب شهاده العمل. شهاده العمل زائد شهاده الدخل الفردي، هي لاتستاسيون تصاير، اللي هي الاتش ار ليتر، اللي هي اللي هو الدخل الفردي او انتوا عارفينه. عقد ازدياد، شهاده الميلاد، فوتوكوبي لاكارت ناسيونال، فوتوكوبي، وبسم الله كده اي ورق هتجمعوه اعملوا منه فوتوكوبي ايه 4 مرات، وايه صوره طبق الاصل، يعني اللي هتختميها من المقاطعه ومن الخارجيه ومن العماله اعمليها الصوره برضو طبق الاصل، اختميها من المقاطعه والخارجيه والعماله. تمام كده؟ اصلا هنا غياخدوا في المغرب وغياخدوا عندك في السفاره وغياخدوا عندك في المحكمه، بس ضروري 3 و4 كده. فايه، خلينا واحده واحده كده عشان ما نتوهش من بعض. الاوراق احنا وصلنا لكارت شهاده العزوبه عشان اللي مزوجه كتجيب شهاده الطلاق. شهاده العزوبه بتجيبيها، متطلقه هتجيبي شهاده الطلاق. الدنيا سهله. شهاده الطلاق وشهاده الميلاد تكون نسخه كامله، لانك يكون مكتوب فيها في جنب الطلاق. يعني شهاده الميلاد ديالك بيبقى في نسخه كامله. انت بس اسالي كده اقول لهم عايزه شهاده الميلاد نسخه كامله كده، هو نسخه كامله هم هيفهموا. تمام كده؟ الصحيفه الجنائيه بتجيبيها منين؟ من الشرطه ولايه الامن، تمام، ومن المحكمه كده. دي الاوراق اللي انت جبتيها. دي الاوراق اللي هي جابتها معاها مصر بجانب قبل ما تنزل مصر. اديني انا بقول اهو، اي ورقه هتجيبيها معاكي، مقاطعه، عماله، خارجيه، طبعا الصور الشخصيه ما تنساهاش، تصوري صور شخصيه. يلا نعود الاوراق تاني من جديد. هتقول وانا هقول برضو. ها، اللي خدامه كتجيب شهاده العمل. اللي خدامه تجيب شهاده العمل زائد شهادة الدخل الفردي يا اتستاسيون تصالح. تاني حاجة، الشهادة من الدخل الراتب بتاعك بتجيبيه من الشغل. وجيب لو ريفي بونكار نسيتهم، 3 شهور الاخرى من الحساب البنكي بتاعها الى موظفة. هتجيبي كشف حساب بنكي من البنك أخر. لو انت موظفة اخر 3 شهور كشف حساب بنكي، تخليه معاكي برضو احتياطي. كل الحاجات دي احتياطي معاكي. اللي اتاخد ما اتاخدش مش مشكلة. شهادة العزوبة للي ما اتجوزتش قبل كده، وشهادة ديال الطلاق اللي مزوجة، اللي اتجوزت واتطلقت مفيش مشكلة، بس هاتي لي جواز ايه، هاتي ورقة الطلاق. اللي ما مزوجاش غتجيب تجيب عقد ازدياد غير نسخة عادية. اللي مش متجوزة قبل كده وعازبة بتجيب نسخة ازدياد شهادة ميلاد عادية. تمام؟ واللي اتجوزت واتطلقت بتجيب شهادة ميلاد، بيبقى اسمها النسخة الكاملة، بيبقى في الجنب كده بيبقى مكتوب ان هي اتطلقت. تمام كده؟ الدنيا حلوة. الصحيفة الجنائية بتجيبيها منين؟ من الشرطة
من الشرطه ولايه الامن تمام ومن المحكمه. فوتوكوبي ديال كارت ناسيونال، فوتوكوبي للبطاقه ديالك، وسته ديال الصور، وست صور خليهم 12 خليهم معاكي. نورمالمون الشهاده الطبيه كتجيب من هنا، مي الى شي واحد تما قادر بحال اللي درتي انت. انا هقول هادي ساهله، وهادشي كلشي كيتختم في المقاطعه والعماله والدائره الخارجيه. كل الاوراق اللي احنا قلناها دي مقاطعه هي الاولى، تاخدي بالك بتاخدي بعضك، قصدي انا اسف، مقاطعه عماله خارجيه الاخرى. اخر حاجه الخارجيه. هتقولي طب انا لو نسيت وعملتش خارجيه ونزلت بيها مصر مش هتترفض، بس هتدفعي. ولكن كل اللي واي حد يقولك الكلام ده غير الكلام اللي انا بقوله لك ده بيحور. انا بجيب لك الخلاصه تمام. اتحداكوا حد يقول لكم الكلام ده غلط، او حد يقول لكم الكلام بنفس الطريقه اللي انا بقولها لكم تمام كده. لان الورقه اللي بتتعمل ب10 هتروحوا تعملوها في مصر في السفاره بتاعتكم ب100 وب203. ولكن اللي نسات العماله ونسات المقاطعه هذه راه ما عندهمش ما يصوبوا لها. بالظبط كده، عماله مقاطعه خارجيه وكل حاجه دي من خمس نسخ، وكل ورقه من الاوراق دي 5 نسخ معاكي فوتوكوبي ومختومه برضو عماله مقاطعه خارجيه. قول لهم العماله والمقاطعه والخارجيه كاين اللي كيقول لك ما كيختمناش اكثر من 2، كيختموا حتى 10 كيختموا. انا جيت بيختموا هيقول لك لا احنا نختم لك 2 بس، قول لهم لا ده انا مسافره. هما كلهم مزيانين كده، بالظبط كده، والناس عادي بالحب الدنيا هتمشي خالص تمام كده. خلصنا من اوراق سيادتك، نيجي لاوراق العريس بقى في مصر. بالنسبه لنا انا كان الموضوع سهل جدا. الاوراق ما دام انا هتجوز في مصر انا ببقى محضر ايه؟ شهاده الميلاد، بطاقه ديالي، يعني هو هيحضر شهاده الميلاد والبطاقه، وبرده ورقه اتش ار اللي هي بتاعت الراتب من الشغل دياله تمام كده. بس يعني في ورقه بيروح في مجمع المحاكم اللي في العباسيه، في محكمه في ميدان العباسيه، هيروح يقول لهم انا عايز شهاده عزوبيه. ما اعرف، ما حدش يضحك، انت بتضحكي صح، انا شايفك. ايوه شهاده عزوبيه، ان هو ما اتجوزش برده قبل كده تمام، بتطلع له عادي خالص، وبرده يخلي كذا نسخه معاه تمام كده. دي حاجه. بيروح لاي مستشفى حكومي بياخد صورتين ليه وصورتين لسيادتك تمام كده، والمستشفى الحكومي يقول لهم انا عايز شهادتين للجواز بس كده، شهادتين صحيه للجواز، وهتخلص بالحب ولا هتكتفي ولا بتنجاب. انا بجيب لك من الاخر، اكدب عليكي؟ مش هكدب عليكي تمام كده. احنا خلصنا من الشهادات الطبيه بسم الله كده. برضو اول ما هتنزلي مصر هياخدك من ايدك. اسمعي الكلام ده كويس، لو عملتوا اللي انا هقوله لكم الدنيا هتمشي ان شاء الله على طول، مفيش حاجه هتقف. اول حاجه بتجمعي الورق اللي انت خدتيه معاكي، روح السفاره عندك، السفاره المغربيه، هتقول لهم انا هتجوز وعايزه اذن طلب اذن جواز. هياخدوا منك الاوراق، نسخه من الاوراق، انت معاكي كذا نسخه وكذا نسخه كلهم مختومين تمام كده. هياخدوا منك نسخه من الاوراق تمام، وحطي في دماغك تخلي معاكي فلوس. بصراحه احنا مش فاكرين كان كام بالظبط، تخلي معاكي فلوس. هيقول لك تعالي بعد 3 ايام خدي الموافقه تمام كده. خلصتي هتاخدوا بعضكم، وانتوا الاثنين هتطلعوا على فين؟ تطلعوا على مجمع التحرير، هتاخدي الباسبور ديالك تمام. هيطلع الدور الثاني،
ابعتي له الفيديو ده عشان يعني هو فاهم انا بقول ايه. انت ممكن ما تكونيش فاهمه الاجراءات في مصر بس هو هيفهم. هيطلع الدور التاني لو هو يعرف ضابط بالحب حد شغال في مجمع التحرير هيخش قسم الجوازات. معالي الباشا فلانة الفلانية معاها تأشيرة بحوالي مثلا اسبوعين شهر، انا عايز اقامة شهر. هو لو عارف حد جوه اوبا ايوه هياخد الباسبور ختم مكتوب عليه مهلة شهر، دي اسمها اقامة شهر. تمام الختم ده اقامة. تمام كده سهلة جدا ومش هتتعبوا ولا هتدفعوا اي حاجة ولا بتنجاي. عدينا دي. في حاجة انا نسيتها كده؟ مفيش حاجة كده نسيتها. بتروحي فين بقى انتي؟ بتروحي على السفارة بعد 3 ايام. ها يا استاذ خلصتوا؟ اه خلصنا الموافقة والف مبروك مقدما. كتعمر واحد الاستماره انت بتعمري استماره بتمشي مع الاجراءات جوه السفاره بتاعتك. انت هتفهميهم بيتكلموا مغربي هتفهميهم عادي ومفيش اي مشاكل. ما كدفع الفلوس عندك شي اجراءات قانونيه كما كانت غتدفعهم هنا في المغرب زي ما بتخلصي في المغرب بتخلصي في مصر في جوه السفاره ما بتطلعيش فلوس جوه السفاره بتاعتك. هرجع اقول تاني لو ما عملتيش خطوه السفاره دي وخدك من ايدك واتجوزته عند مأذون ده جواز حلال مش حرام. ان انت تتجوزي عند مأذون ده جواز حلال. لكن في بلدك هنا لما تكوني عايزه تدخليه المغرب وتقول لهم انا عايز ادخل جوزي ما عندهمش علم. مين اللي بيديهم العلم؟ السفاره. تمام كده؟ تمام. بعد ما بتاخدي الموافقه هو زي الشاطر كده بقى بيجمع ورقه وبرده في لا انت احنا قدمنا ورق ليا لا 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 في الاخر شهر العقارب لا 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 ده لسه لا ثواني في السفاره مش جات الموافقه انت خديتي دينا الورق صافي وبعد تسنينا انا خدت الورق تمام. انت هتاخدي الورق الموافقه تاخدي الموافقه من السفاره بياخدك من ايدك ورقك وورق والموافقه بيطلع على وزاره العدل. لو عارف حد هناك اللي هو ايه يخلص له يسهل له الاجراءات الطابور مش عارف ايه وياخد معاه 2 شهود. تمام انت كده وزاره العدل انت كده في مرحله ان انت بتتجوزي عشان اتفاجئت. تمام ولاحظت لان اجنبيه ما يجيهاش العدول للدار كده حيت الناس مفكرين بالله اجنبيه دابا انا تجوزت عندك ما غايجيش العدول للدار وداكشي داكشي كتمشي يعني ديرو في المحكمه حيت انا اجنبيه ما يمكنش يجي العدل عندي للدار عندك في لا ما ينفعش دي وزاره الناس غير صحاب ليهم غير حنا حيت اجانب كنمشيو للمحكمه كاين عدل تما ولكن ما غايجيش عندنا العدل حنا للدار العدل بحال اللي حنا ديالنا هما اللي غايفهموني فهمتوا طبعا انتوا عامه في مصر هتبقى بالنسبه لكم برضه فسحه هتروحوا يعني. وزاره العدل دي وزاره زي وزاره العدل اللي عندكم فيها اقسام ومنها قسم الاجانب جواز الاجانب. بتخشي المأذون مش هتلاقيه لابس عمة بقى هتلاقيه لابس ايه هتلاقيه لابس بدلة عادي خالص وممكن تلاقوه اسمه محمد ابراهيم اعتقد يعني. تمام لما تخشي هيجمع الاوراق هوبا 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 فين شهودك هوبا هترددي خلصت كل سنه وانتم طيبين والف مبروك زغرتي يا مير غير باش نتاكدوا عليهم واحد الحاجه داكشي علاش قلنا يجيبوا 4-5 نسخ حيت غير المحكمه كتدي 2 نسخ والسفاره كتدي 2 والشهر العقاري ملي مشينا يعني خصها دير 5-6 نسخ والمغرب هنا راه كيدير النسخ راه كيدير لك اللي بغيتي. يعني انا احنا كده الكلام واضح وبنحاول ننجز. خلصتوا اجراءات وزاره العدل بتاخدي قسيمه كده عليها صورتك وصورته. تمام كده لما تاخدي دي بقى هتعملوا فيها ايه؟ هتقولي له يا بيه ودينا على الشهر العقاري اللي هي المقاطعه بتاعتكم. تمام كده؟ تطلع على الشهر العقاري هيخش هيقول لهم انا عايز اوثق دي في الشهر العقاري. تمام؟ الشهر العقاري عندنا هو بحال المقاطعه عندكم. انا برضو ايه بحاول اسهل الدنيا عشان الناس تبقى كل الاطراف تبقى فاهمه. تمام؟ عندك ايه تاني لما بيخلص شهر عقاري بيطلع على وزاره الخارجيه او مكتب تصديقات خارجيه هو عارف
ويا ستي لو هو قريب من مثلا روكسي العباسية مش عارف ايه، في مكتب تصديقات عند الميريلاند، مكتب تصديقات خارجية زي مكتب التصديقات الخارجية اللي عندكم، عندكم وزارة الخارجية وفي مكتب تصديقات خارجية صغيرة كده وبتختم، احنا نفس الحاجة. تمام كده؟ بعد ما بياخد القسيمة وبيخش بيها على المقاطعة اللي هي الشهر العقاري، وبعد ما بيحط عليها الختم بتاع الخارجية، بتاخدي نسخة تطلعي زي الشطرة فين بقى؟ على السفارة بتاعتك. انت كده خلاص اتجوزتي، كتدي الأصلية، بتدي الأصلية، انت بتاخدي جوج، بتاخدي استمارتين. تمام؟ انت كده كده بتاخدي اتنين اصلا، اتنين يعني بتاخدي قسمتين عليها صورتك وصورته، بتقدمي واحدة في السفارة، بياخدوا الأصلية، بياخدوا الأصلية وبيدوكي صورة طبق الأصل من السفارة. ليه بقى؟ هقول لك أنا ليه. عشان حضرتك الورق ده اتجوزتي واتجوزتي في بلد أجنبية، فطبعا السفارة بتاخد ورقك وبتبعته بلدك. تمام؟ بيجي يعمل ايه بقى؟ بيتسجل عندكم هنا في السيستم ان فلانة الفلانية اتجوزت من فلان الفلان. تمام كده؟ ما اعتقدش ان انا انا بتكلم واحدة واحدة وبالتفصيل، واتحداكم لو حد قال لكم بالتفصيل كده انا واثق. تمام؟ صافي. وكيبقى الاجراءات التانية ثواني بقى، ما احنا ايه برضو احنا عايزين يعني ايه، في لما تودوا خلاص، احنا وصلنا تودوا القسيمة السفارة عشان يسجلوها عندكم، بتاخدوا صورة طبق الاصل. تمام؟ وانت واقفة والباشا جوزك، خلاص انت اتجوزتي بقى، باشا جوزك معاه باسبور. تمام؟ بتحطي الباسبور على الترابيزة. انا عايزة تأشيرة لجوزي. هيدوك استمارة بتاع التأشيرة، من حقك بقى خلاص ان هو يجي معاكي او ان هو يخش لك البلد، حتى لو انت هتسافري لوحدك وهو يجي لك عادي خالص، ما فيش اي مشاكل. وانت جوه بياخدوا الباسبور، بتملي استمارة. في بند في الاستمارة هو المفروض انا ما اقولهوش وربنا يستر. غير المعلومة هذه باش ما يصحاب ليهمش، راه ضرورية مع الزواج. هذه غير اللي بغى راجلها يجي، إلا كان ديجا داخل المغرب وداخل لو غير حيت هي تما تسهل الإجراءات، ما لهاش علاقة بالزواج. بص، هي الفكرة في إيه؟ لو هو قدام شوية هيستقر في المغرب وعايز يعمل إقامة، فلازم يبقى داخل طالع على المغرب من الآخر. تمام؟ خلاص. وانت واقفة لو هو عايز يسافر عادي مفيش مشكلة، بياخد تأشيرة، بتملي له الاستمارة وزي الفل، كتسهل عليه الإجراءات وهي ومرحبا بي ساعتها. وانا كاين في الرباط، مرحبا بأي مصري ابن بلدي، ومرحبا بيكي انت برضو بالنسبة لي بنت بلدي. ومش كلام وعزومة مراكبية، ماليش في الكلام ده الحمد لله. تمام؟ ده احنا كده خلصنا اجراءات والاوراق بتاعت اوراق الجواز، ولغاية انا وصلتك لغاية لما يجي لك هنا المغرب. والورقة ديالها هي من جيلي هنا تعاود تبقى. اما انا لسه انت كده انا يعني بس عايزه نقول شي حاجه ما بين قوسين. هذا الشيء كامل كنقولوه على وحده كبيره ومسؤوله وفايته سن الرشد. كاين دابا الاغلبيه الناس كيسولوك على الزواج كتلقى عندهم 16 18، هذوك كيمشيو في اجراءات وحده اخرين. غير ما بين قوسين، ماشي وحده عندها 16 17 عام وتقول لك كتمشي دير هاد الورق، هذه كتمشي اجراءات مع الوالد ديالها والضمانات. حنا غير ما بين قوسين، ايوا ما نطولوش فيها. غير ما هذا الشيء اللي واحد خدام عنده من 18 عام لفوق، بالضبط كده، من فوق 18 سنه، من 18 لتحت اجراءات بوحدها، من فوق 18 سنه. تمام؟ دي حاجه. الناس الاغلبيه كيسولوا سنهم صغير، شحال من واحد كنلقاه كيسول السن ديالو صغير. كتلقاه عندك شحال من واحد سولك أيوة. عندك غير هادو كتمشي موافقه ديال الاب. حتى السفر ما كتسافرش، ممنوع تسافر الا السفر اصلا الأب. عشان تعدي التراب بلدك لازم بتاخدي التزام، ويمشي معك واحد ويمشي معك التزام من والدك ان هو موافق ان انت تسافر. هادو اجراءات بوحديهم. انا اهلها كانوا معايا، يعني انا اهلها كانوا معايا في مصر. تمام؟ عايز اوضح حاجه،
لان في ناس كتير كانت بتسالني وكانت بتبعت لي في مسجات وكومنتات على الاقامه. الاقامه يعني دي ليها اوراق تانية. اول ما تخش المغرب واتجوزتي انت معاكي، انت كده متجوزه جواز مصري، اسمه جواز مصري او زواج مصري، ماشي؟ القسيمه اللي معاكي الورقه بتاعت الجواز مصريه، فلازم تاخدي بعضك وتاخدي اوراقك وتطلعي على محكمه الاسره. اول ما بتوصلي لازم حاجه تعملي حاجه اسمها تحويل الجواز المصري الى مغربي، اسمه التديل. اسمه ايه؟ التديل. التديل. التديل، تمام كده؟ نوضح لي واحد الحاجه، هادشي كله قانوني، راه حتى اللي دارت في مصر راه قانوني، ما يسحبهاش راح يدخل المحكمه. لا غير باش يوليو عندها جوج مغربي، كله قانوني، كلشي قانوني. هي كل الفكره ان بس ايه، انت بتاكدي الجواز في بلدك علشان جوزك يبقى معترف بيه في المغرب، وكيسهل له يدير الاقامه ويدير بزاف الحوايج بالزواج المغربي. سمعتوا كده؟ حاجه اسمها تديل، اللي هو تحويل الجواز المصري الى جواز مغربي بصيغه تنفيذيه. بصيغه تنفيذيه، بصيغه تنفيذيه، تمام كده؟ تمام. لما تخلصي بقى الحوار بتاع ان انت اللي هو التديل وتحولي الجواز المصري لجواز مغربي في المحكمه، بتاخدي بقى ايه؟ بيبقى معاكي قسيمه بقى، قسيمه مغربيه زي بتاعت باباكي ومامتك. لا، كيولي عنده عقد للمحكمه. انا غادي او عقد محكمه، نقول لهم شنو كيطلبوا، الاوراق اللي كتطلب. في اوراق بتطلب، في اوراق بتطلب عشان تقدميها مع الاوراق بتاعت مصر، اللي هي ايه بقى؟ غادي تجيب عقد الزواج المصري، عقد الجواز المصري، ولكن انت ضروري يكون من عنده في مصر، في الخارجيه تختم عاوتاني عندك، لا غندخلوا عندي انا المحكمه. ايوه، ما انا قلت لهم اي جواز مصري، القسمتين بتوع مصر يا جدعان لازم يبقى مختومين خارجيه عشان هيتقدموا هنا بقى، تمام؟ هيتقدم واحد هنا. ها، عقد الجواز المصري لما تخش المحكمه عشان تقلبي وتعملي حوار التديل ده، عقد الجواز المصري مختوم خارجيه. ونسخة البطاقة الوطنية ليجاليزي من المقاطعة مختومة تاهي، نسخة البطاقة الوطنية ديالك وتكون مقاطعة. طلب تديل عقد زواج أجنبي بالصيغة التنفيذية، هكا سميتو الطلب. طلب تديل عقد زواج أجنبي، عقد جواز أجنبي بالصيغة التنفيذية، تمام كده؟ حنا كنا في الرباط، مشينا لمحكمة الأسرة ديال الرباط، كنديو هاد الملف وكندخلو كندفعو ثمن الملف. تمام. وكتكتب لك امتى غتكون عندك جلسه المحكمه. انتوا سمعتوا بقى جلسه حاجة. المحكمه الاوراق تياخذوا كل شيء الاصلي. اها. كيبقى عندها هي فوتوكوبي وكياخذوا الاصلي، كتمشي للجلسه. اها. الجلسه قدام القاضي رئيس المحكمه، كتوصل النوبه ديالها، صافي كيقول لها الاجراءات، كيسول كيعرف. كان شي حاجه ناقصه راه كتاجل عاوتاني الجلسه. غير للتوضيح باش ما يديروش الغلط اللي دار نتوما، عقد الزواج كتكتبوه هذا الارقام عربي. كاين الارقام عربي، من يجي هذاك اللي غيكتب لكم الطلب يكتب لكم الارقام نيشان، حيت الا كان غلط في الرقم العربي كيبقى عاوتاني كتبقى. احنا عندنا في الوثيقه بتاعه الجواز في ارقام بالعربي، زي ما هي مكتوبه يحطها هنا في المغرب، لانه انتوا بتنقلوا ارقام كده بيكتب في الطلب فرنسي. عربي فرنسي؟ لا، يكتبها عربي. لا، يكتبها، ماشي يكتبها بالنسبة. يكتبها فرنسي، يكتبها الفرنسي، بس يسأل. احنا عندنا مثلا رقم 3 مثلا، معلش 3 اللي هي دي كده، انت طبعا هتبقى تمام. احنا ساعات بنكتبها كده، تمام. كاين النقطة عندكم صفر، النقطة صفر، النقطة صفر. احنا النقطة صحاب اليوم راه نقطة، يكتبوا مثلا 6 ونقطة، هي راه نقطة. اتأكدوا من الأرقام وانتوا بتكتبوا الوصية، غير التنبيه وصافي، باش بالظبط كده. برضه انا معاكم في الكومنتات لو في اي حاجه. ايه تاني؟ صافي، وكيتسنى الحكم. بتستنوا الحكم، وبعد فتره خلاص انت الدنيا تمام، وخلاص كده الجواز اتحول بقى معاك، انت متجوزه جواز مصري ومتجوزه جواز مغربي، وخلاص الدنيا. هي كتبقى المده في المحكمه، شوف واش غتاخد لك شهر شهرين. خلاص احنا بنقول لهم الاجراءات بقى، هم بقى يعيشوا، معلش مع احترامي. هم يعيشوا، اصل انت خلاص انت كده كده اتجوزتي، فخلاص بقى تمام. احنا الاجراءات دي احنا علشان جوزك يبقى معترف بيه في المغرب، وعشان الدنيا تبقى سهله ليه ان هو يخش المغرب كتير، وان هو لو عايز يستقر يتعمل له اقامه. ورق الاقامه بقى
واحد الحاجه غير ما بين قوسين حيت الناس غايقول لك انت دابا انت كتسهل لينا كلشي، هو راه كلشي سهل. اللي ما دخلش ما تخداش التاشيره ما خداش، حنا ما عندنا بها حتى شي علاقه، داكشي كيبقى قانون المغرب وقانون ديال كل دوله. بالضبط كده، يعني يقدر يقول لك انا مشيت درت هادشي كامل ووصلت ما عطاوش الراجلي ما عطاوش، حنا ما عندنا علاقه بهادشي، حنا العلاقه ديال هذاكشي ديال الدوله، حنا ما عندنا به علاقه. السفاره بتاعتكم حتى حنا تسنينا النوبه بحالنا بحال الناس، حتى انت تسنيتي النوبه، حتى انت خديتي غير باش انا دخلت وخرجت المغرب كذا مره تمام، فكنت رايح جاي على المغرب بتاشيره، هي بتبقى هي يعني السفاره يعني ادوني التاشيره داكشي ديال الدوله، احنا ما عندنا علاقه بتاعتهم هم يعني مش بتاعتنا، مفيش لعب مع الحكومه يعني. فاللي هو دخلت خرجت دخلت خرجت، المهم خلاص خدت خدت الاجراء ان انا خلاص عايز استقر في المغرب وعايز ادير الاقامه، فجهزت الورق بتاع الاقامه بقى، ورق الاقامه ليه ورق معين، هرجع اعيد اخر مره، التديل التديل التديل، اللهم بلغت اللهم فشهد. التديل ده اللي هو التحويل الجواز المصري لجواز مغربي عن طريق المحكمه، تمام كده، وقلتها واديني بقولها تاني عشان ما حدش يقول لي انت ما قلتش، لا انا قلت اهو، بس كده تمام كده اتفقنا. انا بقى ايه، انتوا كده فاضل لكم عندي حاجتين، علشان رجلك يجي يعمل اقامه هنا لازم يبقى في حاجه قبليها اسمها التجمع العائلي، تمام، والتجمع العائلي ليها اوراق والاقامه ليها اوراق. استنوني في فيديو تاني، لو انتوا انا وصلت المعلومه تمام فهمتوا مني الدنيا حلوه، ابعتوا لي الكومنتات ان انتوا خلاص فهمتوني ومستنيين الفيديو بتاع التجمع العائلي والاقامه، ولو كده انزله لكم على طول، اتفقنا. بس اهم حاجه عشان ابقى كده ايه، عشان ما ندخلش كل حاجه في بعضيها، لان كل حاجه هتمشي خطوه خطوه زي ما انا قلت لكم الدنيا هتمشي. على فكره انتوا شايفين ان الدنيا لفه ولا اي اندهاش، الدنيا حلوه وان شاء الله خير، وما تفتكروش ان الكلام ده صعب، الكلام ده سهل جدا، تجمعي اوراقك اعملي نسخك هوبا تمام، انزلي واتكلي على الله تمام. هستنى ردكم في الكومنتات، وما تنسونيش في اللايك بقى ده لو انتوا فهمتوا حاجه، انا ما حاولتش ازرب عليكم يعني. يلا نشوفكم على خير، سلام عليكم.